في البداية كنا طبعا نتعرف على الإدارة الجامعية وعلى الكليات وعلى طبعا العمداء وعلى الخدمات اللي تقدم لأبنائنا الطلبة الكويتيين، ولنتابع طبعا سير عملهم وسير دراستهم والخدمات التي تقدم إليهم، وكذلك السبب الآخر للمزيد من التعاون ما بيننا وبين جامعة كفر الشيخ لسمعتها الطيبة طبعا في المجال الأكاديمي وفي المجال البحثي، ولنرى كيف يتم طبعا إن شاء الله بإذن الله زيادة التعاون ما بين الجامعة وجامعة الكويت طبعا في بروتوكولات تعاون ثقافي. هل هناك بروتوكول تعاون جاهز؟